السلام عليكم، معاكم الدكتورة نجلاء محمود عبد المنعم حسن، معمارية وماجستير ودكتوراه في إدارة المكاتب المعمارية والهندسية، وخاصة المكاتب الهندسية اللي لها علاقة بالبناء والتشييد. لو تلاحظوا معايا ان الموضوع ده مهم جدا ليه، لان دايما لو حضرتك مهندس معماري او مهندس مدني فانت اللي بيهمك هو ان حضرتك تكون انك تجيب مشروعات وانك تخلص المشروع، لكن هل المشروع ادير بطريقة صح ولا لا؟ مش هي دي المعضلة بالنسبة لك. هل هي الجودة بتاعته كويسة ولا لا؟ برضو مش النقط المهمة. ليه؟ لان حضرتك محتاج ان انت عايز شغل كتير، عايز مشروعات كتير، عايز تخلص المشروع وتسلمه في الوقت المحدد ليه للكلاينت وخلاص، وخاصه في اليومين دول في الفاست تراك بروجكتس، ودي اللي بتخلي الناس عايزه تاخد مشروعات كتير قوي وعايزه تسلمها بسرعه في وقتها، من غير ما لا نبص بقى احنا عملنا دوكيومنتيشن ولا نبص احنا الدنيا فيها ايه، المعماريين المهندسين اللي معانا اشتغلوا كويس ولا لا، هل احنا صرفنا اكتر ولا لا. ما نعرفش نقيس الكلام ده بسهولة، بيبقى فيه شوية صعوبات في قياس الموضوعات دي، وخاصة كمان في موضوع الجودة. فتعالوا مع بعض كده هنشوف بعض التشالنجز اللي حضراتكم ممكن تكونوا بتواجهوها في شغلكم، ونشوف هل البروجرام اللي معمول ده ممكن ان شاء الله يحلها ولا لا، لان هو اتعمل مخصوص عشان الكلام. فتعالوا نشوف لو حضرتك مهندس معماري او مهندس مدني وبتشتغلوا زي ما قلنا في مجال التصميم المعماري او الاستشارات الهندسية او مجال التشييد والبناء، سواء كان حضرتك مهندس فقط او حضرتك الاونر بتاع المكان ده، او انت عايز تحاول ان انت تبتدي يور اون بزنس الجديد. فتعالوا نشوف الكرنت سيتويشن بتاعك شكله ايه، عايزين نعرف هو انت مين، عايز تحدد نفسك انت واحده من دول، هل حضرتك اونر ولا حضرتك مهندس جوه منظومه معينه، ولا حضرتك عايز تنشئ المكتب بتاعك، ولا عندك فاميلي بيزنس وعايز تطورها، ولا عندك مشاكل وعايز تحلها، ولا عندك مشكله في بعض الحاجات التحديات اللي ممكن تواجهها في شغلك وعايز مجرد بس تحلها وخلاص. فتعالوا مع بعض كده نشوف ايه هي التحديات اللي ممكن لحضرتك تكون بتواجهها ونناقشها مع بعض، ونشوف هل ممكن نحلها ولا لا. كل حاجة لها حل وكل حاجة ممكن تتعمل، بس المهم ان احنا نحاول نحط ايدنا على المشكلة الحقيقية اللي هي بتخلينا نبقى مش قادرين نتحدى الصعاب دي، ولا قادرين ان احنا نتغلب عليها، ومش عارفين نوجد لها حل. ان شاء الله مع بعض هنشوف الكلام ده، وهنحاول ان احنا نحط له من خلال البروجرام ازاي نحل المشاكل دي كلها. زي الاكزامبل ايه؟ زي ما انتم شايفين، زي متابعه المهندسين، لان بتلاقي معظم المهندسين ما بيعملوش تايم شيت للاسف، ولو عملوه بيعملوه كل خميس ويحطوا بعض الاجتهادات بتاعتهم، ما فيش حد بيجري وراهم عشان يشوفهم عملوا ايه بالظبط. طب هل انت قادر تحسب الساعات دي بسهوله؟ في بعض الحاجات دلوقتي بقت بتحسب ساعات العمل، دخل امتى وخرج امتى، بس هو هل اشتغل مشروع ايه بالظبط وكام ساعه؟ طب هل انت حسبت هو غلط كم غلطة؟ هل حسبت هو كرر الغلطة دي ولا لا؟ هل حسبت هو مستواه عامل ازاي؟ هل حسبت حضرتك ايه الكلاينت نفسه لما جيت تسلمه اي مرحلة من المراحل؟ هل شفت هل هو ساتسفايد ولا لا؟ هل كان له كومنتس ولا لا؟ الكلام ده كله ممكن حضرتك تكون بتعمله، ممكن تكون لا، ممكن تكون ما بتعملوش اصلا دوكيومنتيشن، لان احنا كل اللي احنا بنشوفه، احنا حتى الميتنج اجندا او ان احنا الميتنج مينتس بتاعت اي مقابله مع العميل او داخليه بنلاقي نفسنا ما بنعملهاش، وبالتالي في الاخر لما تحصل مشكله ما بنعرفش نحلها، بيبقى بتيجي عليك انت، وانت اللي بتدفع الثمن بتاع كل المشاكل اللي مش معمول لها، مش ماشيه تحت تبع منظومه معينه عشان تجيب لك حقك. فدي حاجات احنا بنواجهها وتحديات انا بعتبر ان دي يعني ممكن تكون مش في اولوياتك حضرتك كصاحب مكتب، ولا اولوياتك كمهندس بتشتغل جوه منظومة، ولا اولوياتك كمدير، لان كل الاولويات بتاعت كل الاعضاء دول كلهم او الاطراف دي كلها هو شغلهم او شغلهم الشاغل او هدفهم الاساسي هو انهاء المشروعات وخلاص، وتسليمها للعميل، وان احنا نجيب مشروعات تانية جديدة زي ما احنا بنقول. طيب ايه تاني هتلاقي عندك؟ طبعا موضوع الكوردينيشن ده مشكلة كبيرة جدا. طب هنعمل فيها ايه؟ هنحلها ازاي؟ هل ممكن نحط لها زي وايت بيبر كده عشان نحل الموضوع؟ طب العقود، بتلاقي نفسك ان انت عمال بتدفع غرامات ليه؟ لان انت اتأخرت، او لان العميل مثلا هو اللي اخرك فراح عمل لك بوز للمشروع وانت عمال تدفع. فالكلام ده كله احنا بنحاول نشوف وهنناقشه مع بعض في البروجرام بتاعنا باذن الله، ونشوف هل طب ازاي تقيم المشروع؟ طب ازاي
تقيم المهندسين. طب هل انت عندك اصلا في عندك اي تي في المكتب بتاعك، في عندك اداره للمعلومات، في عندك دوكيومنتيشن، هل بتعمل دوكيومنتيشن مانجمنت بجد حقيقيه لكل حاجه عندك؟ هل بتعمل يعني دوكيومنتيشن حتى لشكاوى العميل؟ الكلام ده كله لازم ان احنا هنناقشه مع بعض ونشوف ازاي ان احنا نقدر نحط سيستم محكوم تقدر بيه ان انت تحافظ على حقك سواء كان داخل المكان او مع العميل او في اي مكان هتشتغل فيه. طب هل في بتحط عندك كي بي ايز للناس دي؟ امال انت بتحكم او بتقيم الناس اللي عندك ازاي؟ هل بتحكم عليهم وتديهم بونس او بتديهم بنالتي على اساس ايه؟ هل في كي بي ايز؟ هل في مؤشرات حقيقيه بتقيس الاداء بتاعهم؟ هل في مؤشرات حقيقيه بتقيس اداء المشروعات؟ هل عندك مؤشرات حقيقيه بتقول ان المكتب ده ماشي كويس ولا لا؟ انت كسبان ولا لا؟ ممكن الحسابات تكون بتعمل الكلام ده، ولكن بتلاقي في حاجات كتير قوي واقع منك في الاخر انت مش عارف تمسكها. طب انت عارف تعمل لنفسك ماركتينج؟ هل عارف تجيب مشروعات جديده؟ الكلام ده كله احنا بنحاول نناقشه مع بعض جوه البروجرام ده، بحيث ان احنا نتغلب على كل التحديات دي ونشوف لها نحط لها زي رود ماب بحيث ان احنا نحققه مع بعض. طب هل انت لوحدك اللي عندك المشاكل دي؟ لا طبعا، لا طبعا خالص، بس بالعكس ده في معظم الشركات والمكاتب في مصر، خلينا نقول اللي هي الصغيره والمتوسطه والفوق المتوسطه شويه، كل دول بيواجهوا المشاكل دي كلها. ليه؟ لان بيبقى هدفهم وشغلهم الشغل هو الحصول على مشروعات وليس وضع سيستم واتقان الجوده والكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وبالتالي بتلاقي في حاجات كتير قوي بتقع منهم، فما بيجوا كانهم بيبنوا مبنى عباره عن عيدان كبريت بتتحط فوق بعضها، مش مبنى له اساسات حقيقيه وله حوايط وعواميد ويبقى طالع على اساس قوي بحيث ان انت تقدر تكبر، وكل ما كبرت يتحمل المانجمنت سيستم بتاعك ويقدر يشيل كل الضغوطات اللي ممكن تتعرض لها. وبالتالي لما جينا نعمل زي كويشنير، لقينا ان معظم المكاتب في مصر وفي الدول العربيه وبره كمان في اوروبا وامريكا بتلاقي فيه كتير جدا شركات كده عندها المشاكل دي، اكتر حاجه كانوا بتواجهها هو عدم اتقان الجوده في الشغل، بتلاقي في ميسنج للجوده، محدش بيعرف يراقبها، محدش عارف يعمل لها كنترول، خاصه في المكاتب اللي انا بنتكلم فيها المعماريه والهندسيه وكل المجال الانشاء والبناء والتشييد سواء كان جوه المكتب او في الموقع، ما انتش عارف تمسك حاجه، ما انتش عارف تظبط الجوده بتاعت الكلام ده. تاني حاجه بيبقى ايه؟ مش عارف تظبط المهندسين، مش عارف تعمل لهم مونيتورنج، مش عارف تجيب لهم تمسكهم ملكه، مش عارف تشوف تحاكمهم انت عملت ايه وما عملتش ايه. الكلام ده كله مش انت لوحدك، ناس كتير جدا فيها الكلام ده، ومعظم التشالنجز اللي انت ممكن تكون بتواجهها هم برضو بيواجهوها. طب هل الكلام ده كده وخلاص وخلصت على كده؟ لا، احنا ان شاء الله هنتكلم في البرنامج ازاي نتغلب على كل الحاجات دي. طب انت ده معظم المشاكل اللي بنتكلم عليها دي بتواجه الاونر او المانجر. طب انت كمهندس، طب انا عايز اترقى، انا عايز ابقى تيم ليدر، عايز اشق طريقي واشوف واكبر، طب هل انا عايز اروح ناحيه الموقع ولا عايز افضل في المكتب؟ طب عايز اعمل ايه؟ الكلام ده كله انت بتبقى تايه، مش عارف توصل لفين ومش عارف تعمل ايه ومش عارف تدرس ايه عشان توصل ايه. البروجرام ده ان شاء الله هيحاول معاك ستيب باي ستيب ان هو يمبروف الكواليتي بتاعه شغلك بحيث ان انت تقدر تثبت نفسك مع المديرين اللي حواليك، تدي نفسك وتفتح مجال كبير ليك ان انت تو امبروف يور سيلف بحيث ان انت تبروموت بسرعه، ان انت تترقى بسرعه سواء جوه الشركه او في شركات تانية. غير كده في كده وبس؟ لا، كمان ان شاء الله هناخد مع بعض، هنناقش مع بعض ايه هي البروفيشنال براكتس بتاعه الاركتكتشر فيرمز، وايه هي البروفيشنال ايثكس، ايه هي اخلاقيات المهنه، وايه اللي ليك واللي عليك بالنسبه لشغلنا كمعماريين وكمهندسين، والنقابه بتملي علينا ايه، نعمل ايه وما نعملش ايه. الكلام ده كله ان شاء الله هنشتغل فيه مع بعض. طب العقود وكل اللي فيها، كل الكلام ده هنتناقش فيه ان شاء الله مع بعض. برنامج البي ماك اللي هو ده الاختصار بتاعه اللي هو بزنس مانجمنت فور اركتكتشر اند كونستراكشن فيرمز، ده تقريبا نتاج للدراسه بتاعه الماجستير والدكتوراه واللي اتعملت على مكاتب كتيره سواء كان في الماجستير او في الدكتوراه، وتطبق عليها برنامج التطوير ونجحت الحمد لله الى حد كبير في بعض الشركات، لان الناس بتلتزم بالسيستم اللي اتحط، ولما جم يطبقوها لقوا ان هي بتعمل عملت نتيجه كويسه جدا، وخاصه الطلبه او المتدربين اللي دخلوا في الكورس ده، لان الكورس ده اتعمل تقريبا 6 مرات في الجامعة الأمريكية، وكان من ضمنهم في كذا مهندس من شركة كبيرة ومهندسين تانيين عندهم ممكن نعتبرهم مكاتب من الصغيرة للمتوسطة،
وحتى في حد ناس كتير كانت بتشتغل من الشركات الكبيرة كانت بتؤيد السيستم بتاع التطوير اللي احنا اتناقشنا فيه في الكورس، وكان له أثر كويس جدا لما اتطبق اترقوا كذا مرة داخل الشركة نتيجة ان هم عملوا امبروف للكواليتي بتاعتهم ولشغلهم ولطريقة ادارتهم لعملهم جوه الشركات الكبيرة دي. طب تعالوا نشوف مع بعض كده سريعا، نستعرض البروجرام ده بيتكلم عن ايه، واللي بعتبره مش بس كورس، لا هو ممكن نعتبره ككونسلتيشن. يعني ايه كونسلتيشن؟ يعني هيساعدك ان انت تحل المشكلة حقيقي، هنناقشها هاو تو ابلاي الكلام ده مع اللي احنا بندرسه مع بعض، ونحل لك مشكلتك الحقيقية اللي موجودة في مكتبك، سواء كنت مدير، سواء كنت مهندس، سواء كنت بتحاول تعمل بيزنس بتاعك، او زي ما قلنا في البدايه كفاميلي بيزنس. طب تعالوا مع بعض نستعرض ايه هو الكورس بيتكلم عن ايه، وايه اهدافه، ايه الاوتلاينز بتاعته والموديولز بتاعته. زي ما قلنا هو معمول مخصوص عشان يحاول يساعد المديرين والمهندسين ان هم يتغلبوا على التحديات اللي بيواجهوها داخل المكتب، في المكتب بتاعهم. او طبعا المكتب هنا يشمل ايه؟ يشمل الشغل داخل المكتب والشغل في الموقع الاثنين. وهنحاول مع بعض ان احنا نحط زي ما قلنا رود ماب او وايت بيبر لكل قسم في المكتب ولكل شغلانه في المكتب وكل فتفوته في المكتب، بحيث ان انت تقدر ان انت تديرها بطريقه مظبوطه وتقدر تعمل امبروف للكواليتي ان شاء الله، بحيث تلاقي في الاخر ان انت قدرت ان انت تطور مكتبك، قدرت ان انت تزود كمان البروفيت بتاعك. طيب زي ما قلنا الهدف بتاعه ايه؟ زي ما قلنا ان هو بالامبروف المانجمنت سيستم بتاعك، بنحاول ان احنا نشوف ايه اللي عندك، نشوف الكرنت سيتويشن، بنناقشها مع بعض، بنحاول نعمل لها امبروفمنت، بنعمل بعد كده زي خطه تطوير للمكتب بعد ما نعرف انت الكرنت سيتويشن بتاعك شكله ايه، وبعد كده بنحاول نحط ستيبس عشان نطورها بحيث ان احنا نزود البروفيت، بحيث ان احنا نعمل سستين للبيزنس بتاعك، يبقى فيه استقرار، يبقى فيه استدامه، نحاول امبروف الكواليتي، نحاول ان احنا نريديو الاخطاء اللي ممكن تحصل، نحاول نريديوس الكوست الناتج عن الاخطاء الكتيره المتكرره، عن المشاكل اللي بتحصل سواء كان في المكتب او في الموقع، نحاول ان احنا على قد ما نقدر نحصل على رضا العميل بطريقه بسيطه وسهله ومتوثقه، بحيث ان انت تحافظ على حقك وحق العميل. وفي الاخر بنحاول ان احنا نحاول نزود شويه الكنترول داخل المكتب، بحيث ان انت تقدر توصل لاي معلومه في اي وقت عن اي حاجه داخل مكتبك، وتحس بالفايده في الاخر بان انت بتطورت، زودت البروفيت، عملت حاجات كتير، حققت الهدف بتاعك اللي انت حطيته لنفسك في بدايه الموضوع. طيب بيساعدك على ايه؟ زي ما قلنا اي مكان في الدنيا لما بتحب ان انت تعمل له تطوير او بتعمل له امبروفمنت باي طريقه ما، ده بنسميه عمليه تغيير. ليه؟ لانك هتضطر انك تعمل تغيير لطريقه الاداره، طريقه الشغل، طريقه كل حاجه. طب التغيير ده ينفع تعمله كده؟ لا طبعا. هنتكلم مع بعض ايه هي خطوات تنفيذ التغيير ده، سواء كان تغيير في الكالتشر بتاعت الناس عشان يتقبلوا تغيير الاداره الجديده والطرق الجديده في الشغل. هنتكلم مع بعض ازاي نعمل ريهيراركي، ازاي نعمل اورجانيزيشن شارت، ازاي نظبطها، ازاي نحط كل واحد في المكان المناسب بتاعه، ازاي نقيم الناس الموجوده عندك، وممكن تعمل لهم زي ما قلنا ريهيراركي، كل واحد يتشال من هنا يجي هنا. ليه؟ لان احنا لما جينا عملنا لهم تقييم لقينا لا ده ينفع يبقى ديزاينر، لا ده ينفع يبقى كوردينيتور، ده ينفع يبقى ريفيور اللي هو يراجع بس، لا ده ينفع ينزل الموقع. كل الكلام ده هنتكلم فيه مع بعض ستيب باي ستيب، وممكن كمان تبقى 1 تو 1، بحيث في الاخر تحس ان انت استفدت وطلعت بحل حقيقي للمشاكل اللي ممكن تواجهك، او مش هنقولها مشاكل، خلينا نقول التحديات. هنشوف ازاي نعمل مونيتورنج زي ما قلنا للمهندسين والمشروعات والمكتب، ازاي نحط البلانينج، وازاي نحط اكشن بلان، وازاي نحط كواليتي مانوال، وازاي نعمل ندور على الكي بي ايز اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعه المهندسين، وات ايفر او ورايفر هو انه الليفل بتاعه، نحط كي بي ايز للمشروعات، نحط كي بي ايز للشركه، وازاي نحط لها سيستم عشان نعرف نقيمها، وايه هي النقط اللي ممكن نوصل بيها للتقييم الحقيقي، لان في نقط كتير جدا مش على بالكم، هتلاقوا نفسكم هي مجرد فلوس بس، لا في حاجات تانية كتيرة جدا تقدر تقول لنا اذا كنت انت ماشي على التراك الصحيح ولا لا. طب يعني ايه بالانس سكور كارد؟ ايه دي؟ وهل لها فايدة لشغلنا ولا لا؟ وازاي نطبقها؟ الكلام ده كله هنتناقش فيه مع بعض ان شاء الله، وده هيساعدنا الكورس ان احنا نطبقه باذن الله. في الاخر هتبقى تعرف بنسمع كلمة بيزنس بلان، ماركتنج بلان، الكلام ده كله لازم هنعرف ايه هو ونعرف ازاي نعمله، هنعرف نعمل هاو تو امبروف الكونتراكتس نفسها، سواء كان الكونتراكت بتاعك مع الشركة او الكونتراكت بتاعك مع العميل. الكلام ده كله هنتكلم فيه، زي ما قلنا هنحط كواليتي مانوال او ايه هو الاس او بيز، الستاندرد اوف بروسيدجرز، ازاي
ازاي هنحققها وازاي نعملها مع بعض. طب يعني ايه ريسك مانجمنت؟ وازاي ان احنا نفكر ازاي نحط بلان ايه بلان بي بلان سي لكل المواضيع بتاعتنا وكل شغلنا، يعني علشان نقدر ما فيش حاجه تفاجئنا فنقدر نلاقي الدنيا وقفت. طب ازاي هنتفاهم ونعمل الكلام ده؟ طب في الاخر بقى، طب المشاكل دي كلها او التحديات دي كلها لما نيجي نحاول ان احنا نتخطاها او نحلها، هل هي بطريقه عاديه ولا لا؟ هتلاقيها ان هي ميكس بين حاجات كتيره جدا، ان احنا نقعد نعمل رود ماب وايت بيبرز، ونحط في الاخر سوفت وير ممكن يجمع كل الكلام ده مع بعضه عشان تقدر وانت قاعد في بيتك تبقى شايف المكتب بتاعك شغال ازاي. لو انت مكتبك فيه كذا فرع في حتت مختلفه تبقى شايف كل فرع مين بيشتغل في ايه، البروجكتس في اي وقت تقدر تخش تشوف البروجكت بتاعك ده خلص ولا لا، كام في الميه، العميل دفع كام، فاضل له كام، المصاريف قد ايه، ايه المطلوب، كل الكلام ده تبقى انت شايفه وانت قاعد في بيتك بواسطة السوفت وير البسيط ده. وان شاء الله ده هديه لكم كادو مع الكورس بحيث ان انت تتدرب عليه، او مش هنقول نتدرب، احنا مجرد هنخليه زي تول بسيطه ان احنا نعمل بيها داتابيز ونحكم بيها الموضوع بحيث ان هي تقدر انها تحكم لنا الشغل بطريقه كويسه ان شاء الله. وبعد كده في الاخر هنشوف مع بعض ايه هي الموديولز بقى، يعني احنا دلوقتي عرفنا ايه الاوبجكتيفز بتاعه الكورس، ايه الجولز بتاعته، هو بيتكلم عن ايه، هيساعدنا على ايه. طب الكلام ده كله بقى هنحققه ازاي؟ في عندنا 7 موديول زي ما حضراتكم شايفين. اول موديول هيبقى الخاص بموضوع الاداره بصفه عامه والتغيير، وازاي نعمل تغيير والكلام ده كله، وازاي نعمل جولز، وازاي نعمل حاجات كتيره قوي اللي هي الاساسيه بالظبط عشان نفهم الموضوع بيتكلم عن ايه وازاي نحققه. وبعد كده نخش على المكاتب المعماريه ونشوف ايه اللي فيها، انواعها والشركات شكلها عامل ازاي، ودور المهندس ودور المدير وكل الكلام ده ازاي بيدار. بعد كده بنشوف يعني ايه بقى ديزاينر، يعني كرييتور، طب ازاي نتعامل مع الناس دي والعقليات المختلفه اللي هي ما تعتبرش زي المهندسين العاديين، نتعامل معاها ازاي، هتطلع احسن ما فيها ازاي، هنتكلم فيه ازاي تعمل اداره للتصميم، كل الحاجات دي وستيب باي ستيب هنتكلم فيها. الموديول الرابع بتاع الايفالويشن والمونيتورنج والكلام ده كله. بعد كده الكواليتي، بعدين نشوف التحديات وازاي ان احنا نتغلب عليها. وبعد كده نشوف الفاميلي بزنس وهاو تو ستارت يور اون بزنس، هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. وفي الاخر هنجمع 7 موديولز دول كلها في برزنتيشن أخيرة، ودي اللي انت هتستعرض بيها حل المشكلة الحقيقية اللي بتواجهك أو التحدي الكبير اللي بيواجهك في شركتك. تعالوا نشوف كده بسيط بعض التفاصيل الزيادة في كل موديول كده سريعا. زي ما قلنا الموديول الأولاني هنعرف يعني ايه تشينج، يعني ايه تشينج كالتشر، يعني ايه هاو تو مانج الكلام ده، يعني ايه اورجانيزيشن بيهيفير، ايه هي انواعها، ايه انواع الشركات، ايه انواع ثقافة الشركات، يعني ايه بزنس بلان، يعني ايه ماركتنج بلان، يعني ايه بزنس ديفلوبمنت، يعني ايه هاو تو سيت الجول، طب تعمل سوات اناليسيس ازاي، نعمل كل الكلام ده كله هنتكلم فيه مع بعض، يعني ايه مانجمنت، ويعني ايه ليدرشيب، يعني ايه استراتيجي مانجمنت، كل الحاجات دي هناخد نعرف عنها سريعا هي بتتكلم عن ايه عشان نعرف نخش على طبعا التشينج وازاي نحققه والخطوات بتاعتها، ان الموضوع كبير ما هوش موضوع صغير ومحتاج شغل مننا كتير جدا، ونبقى واعيين كويس قوي احنا عايزين نعمل ايه وهنعمل التشينج فين وامتى ومين اللي هيعمله وهيكلفنا كام. فالكلام ده كله هنتكلم فيه مع بعض واحده واحده فين في الموديول الاولاني زي ما انا قلت لحضراتكم. طب الموديول الثاني بيتكلم عن ايه؟ زي ما قلنا عن المكتب بقى الهندسي بكل تفاصيله بكل الحاجات بتاعته، ايه انواع الشركات وانواع المكاتب وازاي والسيستم ماشي عامل ازاي، وايه هي انواع الهيراركي، التشارتس الاورجانيزيشن تشارت شكلها عامل ازاي، الناس بتتعامل ازاي مع بعضها، دور كل واحد فيهم بيعمل ايه، العلاقات بينهم بتمشي ازاي، التاسكات بتمشي ازاي، ايه الفرق بين الريجولر اوفيس والفيرتشوال اوفيس وانواعها عامله ايه، ايه هي العلاقات بينهم والديبارتمنتس الموجوده فيها ازاي، وازاي ندير احسن ممكن نعمل كوميونيكيشن مانجمنت ازاي نعمل هاو تو كرييت بقى الداتابيز بتاعتك وتعمل علاقات بينها بحيث تقدر توصل للمعلومه اللي انت عايزها. الكونتراكت نفسه ازاي تعمله وازاي تمانج الكونتراكت، يعني ايه كونتراكت مانجمنت. هنشوف بعد كده زي ما قلنا البروفيشنال اثكس والبروفيشنال براكتس، وزي ما قلنا المرجع الاساسي بتاعنا هو الكتاب بتاع الاي اي اي ان شاء الله. بعد كده بنخش على الحته اللي هي بقى فيها شويه كده انوفيشن وفيها التعامل بقى مع الناس
الناس اللي هي دماغها تقيلة شوية، الجماعة المعماريين أو الجماعة المهندسين اللي بيعملوا ديزاين، أن دول طريقة تفكيرهم والمايند سيت بتاعهم مختلف خالص، فطبعا طريقة الإدارة بتاعتهم مختلفة جدا كأشخاص وكشغل عشان تطلع منهم أحسن ما يمكن. وكمان هنتعرف مع بعض على إزاي هاو تنعمل مانجمنت للديزاين نفسه، للبروسيس بتاع الديزاين، وإزاي ناخد نطلع القرار التصميمي بطريقة رقمية بسيطة، أو نشوف إيه هي السوفت وير اللي ممكن يساعدنا في حاجة زي كده. الموديول الرابع زي ما قلنا هو الإيفالويشن، المونيتورينج، المانجينج، الديفلوبينج، الكي بي آيز وإزاي نطلعها، البالانس سكور كارد إيه هي وإزاي نعملها، الإتش آر مانجمنت وإزاي نعملها، الريسيرش أند ديفلوبمنت ديبارتمنت ودوره إيه وبيعمل إيه. الكلام ده كله مهم جدا عشان بيساعدنا إن إحنا دايما نبقى حاول إن إحنا نبقى موجودين على اللاين صح، إزاي نبقى إحنا واقفين على التراك صح، إزاي نعرف نبقى شايفين كل حاجة مظبوطة، عشان لو في حاجة محتاجة improvement بعد ما نعمل analysis ونعمل gap analysis نشوف فين المشاكل نحلها سريعا في ساعتها، ما نبقاش احنا ماشيين في وادي والناس ماشية في وادي، تيجي بعد كده فجأة عايز تشوف طلع لي معلومات عن المشروع ده، نقعد 5 أيام عشان نطلع معلومات عنه، اقول لي المهندس اللي عايز يمشي ده انا عايز اعرف تاريخه كان عامل ازاي عشان اشوف هديله مكافأة ولا هعمل له ايه بالظبط، وتقعد بقى 3-4-5 أيام عبا ما تشوف وتعيد بقى اذا كان له اصلا اي ريكورد عندك. ففي حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها مع بعض في الموضوع ده انه very important. بعد كده نخش الحتة اللي هتكملها بقى وهي موضوع الكواليتي نفسه، وازاي نعمل improvement، ازاي يعني ايه total quality management وازاي نطبقها، ازاي يعني ايه risk management وبرضو ازاي نفكر فيه ونحققه، الكواليتي manual ازاي نعمله، ازاي تاخد الايزو لو انت عايز تعمل ايزو، عايز تاخد ايزو المكتب بتاعك ياخده، ما ايزو هنا انا بتكلم على ايزو بتاع المانجمنت اللي هو بتاع 2015 اللي هو ايزو 9001، ازاي تاخده الكلام ده كله، احنا ممكن نمشي ستيب باي ستيب مع بعض لو انت عايز تعمله، وفي الاخر ان شاء الله هتخلص في اخر الكورس عندك زي ما قلنا رود ماب ازاي تمشي عليها وتاخد في الاخر الايزو. طيب بعد كده زي ما قلنا هنتكلم بقى عن التفاصيل بتاعت التشالنجز بتاعتك واحدة واحدة، وازاي نحط لها حلول في الاخر تخرج من الكورس وانت عندك حل لكل مشكلة من المشاكل عندك او كل تحدي من التحديات اللي انت بتقابلها، بحيث في الاخر تقدر ان انت تبقى وصلت لحالة تانية متقدمة جدا عن الحل اللي انت دخلت بيها للبروجرام، وهو ان انت بقى عندك حل لمعظم او عندك زي وايت بيبر لمعظم المشاكل اللي عندك، ازاي لما تطبقها ان انت تحل الموضوع ده. وبعد كده زي ما قلت لكم هنستعرض السوفت وير اللي موجود فعلا، وده موجود منه نسخه اونلاين وممكن نستعملها اونلاين فور فري ان شاء الله، بحيث ان انت تجرب عليها ازاي تعمل داتابيز، ازاي تبعت تاسكات، ازاي تمونيتور الناس وتشوف مين بيعمل ايه فين امتى، وازاي العميل شكله عامل ازاي، المشروع الحاله بتاعته عامله ايه، كل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض ان ديتيلز، وازاي نطبقه وازاي نحقق احسن نتيجه، بحيث ان انت زي ما قلت لك وانت قاعد في بيتك تبقى شايف الدنيا كلها ماشيه ازاي في كل ما هو متعلق بمكتبك في اي فرع من الفروع سواء في مصر او برا مصر، طالما البرنامج موجود اونلاين فانت تقدر توصل لاي حاجه. بعد كده في الاخر زي ما قلنا هنناقش الفاميلي بيزنس، المشاكل وايه التحديات اللي بتواجههم، ازاي نوفركم المشاكل دي ونحط لها خطه لمواجهتها، ازاي تديفلوب المكتب بتاعك لو عندك مكتب عايز تطوره، ازاي هاو تو ستارت يور اون بزنس، ازاي تعمل مكتبك بقى الخاص لو انت ما عندكش فاميلي بيزنس لكن عايز تبتدي مكتبك الخاص، هنتكلم فيها step by step من اول ازاي توضع الفكرة، ازاي تحط هدف وايه هو الهدف بتاعك وهتشتغل في انهي حاجة ومحتاج ايه عشان تبتدي وهتعمل مكتبك فين وهتختار الموقع ازاي، كل حاجة in details ان شاء الله هنتكلم فيها مع بعض. بعد كده في الاخر هناخد السبع موديولز دول كلهم احنا هنطبقهم في presentation final، فحضرتك من البداية هتبقى مختار انت عايز تشتغل في انهي تراك من التراكس اللي هي اللي جاية دي اللي هما الجروبس دي، انت عندك عايز تعمل your own business، عايز تعمل عندك family business عايز تطورها، عندك مشاكل بس عايز تحلها، عايز عندك مكتب وعايز تطوره، ولا عايز تحط بس quality manual لمكتبك، هتختار واحدة من دول ومن from day one هتبتدي تشتغل عليها، لان كل حاجة هناخدها هنطبقها على الكلام ده، وتشرح لي المشكلة from day one بحيث ان انت في النهاية تقدر على اخر الكورس يبقى فيه معاك حل او خريطة عمل للمشروع اللي انت عايز تعمله في النهاية. طيب الكلام ده كله بقى هنقيمه ازاي او هتقيم نفسك ازاي، هتستفيد ازاي بالكلام ده، موضوع very simple. احنا في الاول بعمل
بعمل بري اسسمنت لو اشوف المعلومات بتاعت حضرتك شكلها عامله ازاي في الموضوع، وبعد كده بناخد في وسط الكورس بنعمل زي اساينمنتس وبنعمل ميد تيرم اكزام، وبنعمل في الاخر الفاينل برزنتيشن زي ما قلت لكم، والريبورت اللي انت بتقدمه والفاينل اكزام اللي بيتعمل. وكل الكلام ده كله ما هوش حاجه تسميع ولا هو حي كلام من المكتوب، ولكنه هاو تو ابلاي كل اللي احنا عملناه ده على الحقيقه، على حياتك، على شغلك، على المكتب بتاعك، على الموضوع اللي انت عايز تحله. كل الكلام ده بيتمحور عليه. الحاجه الوحيده اللي حضرتك بتعملها مش ملهاش علاقه باللي انت بتعمله في الحقيقه، هو ان انت بتاخد الكتاب بتاع الاي اي اي ده وتختار شابتر منهم وتديني بريف عنها. فكل واحد من الجروب بتاع الكورس هيعمل كده ونعمل برزنتيشن بيها بحيث الكل يستفيد، يبقى انت كأنك قريت الكتاب كله. طب هنمشي ازاي وهنشتغل ازاي في الـ في الـ في الكورس؟ هنعمل ان شاء الله وانس ا ويك فيس تو فيس ليكتشر، وبعد كده هنعمل توايس ا ويك اونلاين ليكتشر، ودي بتبقى باي زوم. الكلام ده كله ان شاء الله ما تقلقوش، الاونلاين انا بشتغل فيها 1 تو 1، يعني احنا بنبقوا انتوا واتيفر عددكم كام، انا بشتغل مع كل واحد فيكم، كل واحد عايز بس مع كل واحد، ونشوف الكلام ونشوف المشكله اللي عنده ونتناقش فيها عشان نوضح حل ليها. فده مع بعض، بالاضافه طبعا ان هيبقى في ماتيريال هديها لكم لما نتقابل فيس تو فيس ان شاء الله على فلاشه، او لو عايزين احطها لكم اونلاين وتاخدوها اونلاين بالطريقه اللي هتريحكم ان شاء الله. وبنعمل طبعا واتساب جروب بننضم فيه كلنا مع بعض بحيث ان احنا نبقى متواصلين، اي مشكله اي استفسار لاي حاجه حضرتك هتبعت لي وانا هرد عليك باذن الله، ونتناقش في الكلام ده بعد كده في الاونلاين ميتنج اللي احنا هنعمله باذن الله. بس ده كده كل الموضوع بالنسبة للبروجرام، أتمنى أن هو يكون له فايدة لحضراتكم. لو حضرتك محتاج تعرف معلومات أكتر عن إيه هي الديتيلز بتاعت الكورس، المواعيد شكلها عاملة إزاي، التكلفة عاملة إزاي، كل الحاجات دي ممكن حضرتك تبعت لي على الإيميل الموجود في نهاية الفيديو اللي هو naglaa.mahmood@gmail أو naglaa.mahmood.hasan@gmail.com، ودي الأرقام بتاعتي، وأي واحد فيهم عليه واتساب ممكن أتلقى من حضرتكم أي كومنتس أنتوا عايزينها. ولو في اي حاجه انا في انتظار مكالماتكم ان شاء الله، ويا ريت اسمع من حضراتكم اي استفسار عن اي حاجه، وهبعت لكم بعد كده ان شاء الله الريجستريشن فورم اللي هنتكلم فيها والموقع والمكان وكل الحاجات دي. والشهاده الحمد لله موثقه من جهه كويسه جدا، ممكن تبقى معتمده داخل مصر وداخل الدول العربيه. وفي الاخر شكرا لحضراتكم.